قال اسم الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية إن أساس شراكة المجتمع قائم على التعاون المتبادل بين جميع الأطراف، وهو النهج الذي اتخذته المحافظة شعارا في تأدية أعمالها الموكلة لخدمة المواطنين لتحقيق عنصر الثقة والرضا للجميع، مشيرا سموه إلى أنه من هذا المنطلق وإيمانا من المحافظة بأحقية المواطنين في الاستجمام والترفيه دون تحمل أعباء مالية، مع الحرص على تعزيز مبدأ المسؤولية الوطنية لدى المخيمين ومرتادي البر في التقيد بضوابط السلامة العامة وحماية البيئة والحياة الفطرية، فقد تقرر إلغاء رسوم التخييم على المخيمين لموسم هذا العام 2017-2018، آملا سموه في أن يساهم هذا القرار في الالتزام بشروط وإرشادات الموسم. جاء ذلك لدى ترأس سموه للاجتماع التنسيقي بين مختلف الجهات المعنية بموسم البر، كما أعلن سموه محافظ المحافظة الجنوبية بأنه وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم اعتماد موسم البر لهذا العام اعتبارا من 5 نوفمبر المقبل ولغاية 5 مارس المقبل، مضيفا سموه بأن الاستعدادات الإدارية والخدمية التي سيقدمها مركز خدمات موسم البر تسير بالشكل المطلوب وبالصورة التي تلبي التطلعات.